أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي. أنا موجود في ريتشموند بارك في منطقة ريتشموند أبون تيمز جنوب غرب لندن، حديقة ملكية من 8 حدائق وهي أكبرهم. طبعا تعتبر محمية طبيعية وتعتبر مركز كبير لعلوم الطبيعة. خليكم معنا ناخذ جولة في هذه الحديقة الجميلة، احتمال نلاقي غزلان فيها اليوم، إن شاء الله بتستمتعوا. يعطونا سبسكرايب ولايك وشير. أصدقائي، الحديقة كبيرة كثير، لها عدة مداخل وفي بحيرة جوا وفي مكان هنا جميل اسمه إيزابيلا بلانتيشن. طبعا أصدقائي لو جيتوا في مصطفات للسيارات كثير على الشارع وجوا. هذا البيت يا جماعة بني في 1900، يعني عمره حوالي أكثر من 120 سنة. طبعا هنا مستحيل تتوه، في كثير يافطات ممكن توديك على الأماكن اللي بدك إياها. هذه الأشياء اللي ممكن تشوفوها أثناء تجولكم في حديقة ريتشموند بارك. ما أجمل هالمشهد يا جماعة، هناك في اللي هو الدير الغزلان. جماعة طبعا ما بتصدف كتير انك تلاقي قطيع كبير من الغزلان اللي هو الدير البريطاني الأحمر المشهور، وبنحاول نقرب شوي. عمر قرب. إخوان إجوا. واو، مشهد جميل. قربنا نصور على قطيع الغزلان، جينا الأمن وقلنا ابعد شوي لأنه كان لازم القطيع يقطع الشارع. أثناء وأنا موجود هنا طبعاً بتتفاجأ أنه في ناس محبين لك متابعين على اليوتيوب على الإنستغرام، وحدا بيقول لي يوسف إحنا من متابعينك، فهي أصغر متابع إلي. كيف حالك؟ شو اسمك؟ محمد. من وين أنت؟ أي بلد؟ سوريا. ما شاء الله، ربنا يخليك لك ويحفظك لأهلك. طب أصدقائي، يعني علشان محمد يعني اليوم صدفت شفناه، بدنا تعطينا لايك سبسكرايب وشير وقول لهم تابعوا يوسف الحلو. تابعوا يوسف الحلو. أشكرك. Guys, if you come to Richmond Park, you have to behave. Yeah, and look be good after... to the deer. Be nice to the deer. So we go out in the parks all the time in pairs. To look after the deer, but to engage with people about the wildlife that we have here. How many deer and how many types? So we have two types of deer, two different species. We've got red deer and the fallow deer, and we have 300 of each. الحديقة ضخمة كتير وكبيرة، فبدك تمشي فيها، بدك تكون يعني عندك انرجي تصف سيارتك وتروح وتكتشفها. طبعا في ناس ممكن يعني تعمل بيكنيك، ممكن تعمل اكتيفيتي للاطفال، هذا مثلا قاعد بعمل كامبينج زي هيك عريشه. انا بعتقد الشجره هذه على الاقل يمكن عمرها يمكن 200 سنة. تحسها زي تحفة معمارية. طبعا يا جماعة موجود في ريتشموند بارك 1200 شجرة معمرة على الأقل 100 سنة إذا ما كانش أكتر. طبعا أصدقائي في بحيرتين هنا اسمهم بين بوندز
بحيرتين جنب بعض صغار فيهم بطوز، طبعا ممنوع السباحة هنا. Hello little duckies. Very cute. أمامير حلوين. أصدقائي البارك كبيرة جدا جدا. بدك على الأقل 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات لما تلفها إذا أنت نشيط. طبعا جوا البارك مرصوفة للسيارات وللبسكليتات. وكمان معلومة انه في كتير مصفات للسيارات جوا البارك، يعني رحت على مكان ولقيته مليان بكمل، والمصفات مجانا. موجود مقاهي طبعا كتير جوا البارك. هنا مكتوب انه مسموح انك تطير درون لبعد معين حوالي بس 100 متر، لانه احنا قراب من مطار هيثرو والناس بيجوا طبعا يطيروا الدرونز. وبنهاية جولتي من ريتشموند بارك بتمنى ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معايا، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.